ومن مسائل الصوم أن من أفسد صومه بأي مفطر من المفطرات التي نص عليها الشرع فإنه قد تعرض لوعيد الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه رأى رجالا قد علقت رؤوسهم وجعلت إلى تحت وأقدامهم إلى أعلى، فسئل عن هؤلاء فقيل إن هؤلاء هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، بمعنى أنهم يفسدون صومهم بأي مفطر من المفطرات.